ازيكم يا بناتي حلوين؟ النهارده هعمل لكم ريفيو لحاجه طلبتوها مني كتير. هي الطمي البحر الميت. من اول ما اشتريته وانتوا كنتوا بتسالوني ان انا اعمل عنه ريفيو وما شفتوه يعني في المشتريات، وانا كنت اخدت وقت عشان اجربه، يعني كنت جربته بس مره مرتين، فاخدت وقتي وجربته وهقول لكم رايي عنه. اول حاجه انا جبته من امتنان. امتنان ليها فروع في محافظات كتير وفي اماكن كتير في القاهره. كان سعره 200 جنيه، وشكله بيكون طيني كده من جوه. ده شكله كده من جوه، طبعا هو مش ما بيبقاش سائل، هو فيه اهو يعني زي الطين كده طمي، يعني بتحطيه على بشرتك على طول. عاوزة بس اقول حاجة، بلاش تاخديه بمعلقة معدن، خديه بحاجة بلاستيك او خشب عندك عشان ما يتفاعلش معاك. كده انا قلت لكم ان هو سعره 200 جنيه وحجمه 300 جرام. بصراحة المنتج ده بهرني، يعني حلو جدا. انا بشرتي جت في فترة كده ونشفت من صابون صمغ النحل بتاعت امتنان، هي رميتها عندي. الصابونه اللي هي كنت جايبها برضو من امتنان بصمغ النحل، وبصراحه كانت سيئه جدا. نشفت بشرتي قوي، جففتها، خلت بشرتي في عز الحر ناشفه. فكنت بعالج بشرتي وبرطبها كويس بالبيوديرما وزيت جوز الهند بالليل عشان ارجع فيها شويه نضاره، لان البشره الجافه دي ما بقاش فيها نضاره ابدا. وقلت بلاش استخدم طمي البحر الميت على بشرتي وهي جافه، لحسن يمتص اكتر الدهون وتبقى بشرتي ناشفه قوي، لان انا بسمع ان طمي البحر الميت والاملاح البحر الميت والحاجات دي كلها بتمتص الدهون من البشره. بعد كده قلت لا، ما خلينا اجربه كده مره وانا بشرتي جافه عشان اعرف نتيجته على البشره الجافه. فجربته، بصراحه عجبني جدا لما كانت بشرتي جافه، ولما بشرتي دلوقتي بقت مختلطه زي ما هي، شوية بتميل جفاف، حاجة بسيطة تحت عيني كده في جفاف بسيط جدا. الماسك ده ينفع للبشرة الجافة، ينفع للبشرة الدهنية المختلطة، كل أنواع البشرة. معرفش ينفع للبشرة الحساسة ولا لأ، لأنه بيحرق شوية البشرة، يعني حاجة بسيطة. أنا بحس أنه عشان بينظف البشرة فبحس بسنة حرقان كده بسيطة جدا، بس مش وجع جامد يعني، هلا حاجة بسيطة كده. هو مكتوب عليه ان انا باخد منه كمية على بشرة وهي مبلولة، وبحطه بوزعه على وشي ما عدا عيني، حوالين عيني وحوالين بقي او منطقة الفم نفسها وحوالين العين. وانا كنت عملته اصلا لايف معاكم، كنت حطاه. بصراحة يا بنات عايزة اقول لكم بقى هو بيعمل ايه. اول حاجه انا حسيت بترطيب بسيط في بشرتي، حسيت ان مفيش دهون في بشرتي، ومع ذلك بشرتي مش ناشفه، ودي معادله صعبه جدا ان يعملها غسول او ماسك او اي حاجه، يعني بشره مفيهاش دهون ومع ذلك مش ناشفه. حسيت بالنضاره، حسيت ان بشرتي نظيفه، تنظيف ليها حلو جدا. حسيت ان هي مع الاستخدام، يعني لما بقيت استعمله مرتين في الاسبوع، حسيت ان هو فرق معايا في توحيد لون بشرتي، يعني ساعد شوية انها تتفتح شوية. بصراحة ممتاز، ممتاز جدا. هو مكتوب عليه ان هو لو انت بشرتك، كان مكتوب على الصفحة نفسها مش على المنتج، ان لو بشرتك دهنية تستني ربع ساعة، ولو بشرتك جافة تبقى 10 دقايق. انا جربته وما فرقش بصراحة موضوع 10 دقايق من ربع ساعة. أنا لما بينشف على بشرتي على طول بغسله بقى بمية دافية، وبعد كده أو بمية ساقعة، وبعد كده بستنى كده شوية، وبعد كده بحط جوز الهند وبنام. أنا عموما بعمله بالليل، ما بعملوش الصبح أبدا. بصراحة أنصحكم بيه، ولو في حد متردد ان هو يجيبه هتوه، وفعلا ممتاز جدا. عايز اقول كمان حاجة، ان هو حلو في الحبوب، بس طبعا مش الحبوب الكبيرة، لا الحبوب اللي هي بتطلع
من زيادة الدهون شوية من الصيف من الحر، لكن حب الشباب والمشاكل الكبيرة دي هو مش هيحلها اكيد. فلو انت عندك حبوب اللي هي بتطلع كده من الحر او من التراب والحاجات دي كلها هيبقى حلو جدا، فانصحكم بيه بشدة.